أنتم إذن مع صدى الملاعب. خبر من 7 أو 8 دقائق الآن، خبر وحقيقة خبر تاريخي. يقول الخبر وهو موجود على حساب الهيئة العامة للرياضة: تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني، الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية في مدينة رام الله الفلسطينية. المباراة راح تكون يوم 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني. إذن المنتخب السعودي سيلعب في فلسطين يوم 15 أكتوبر مباراة مع شقيقه الفلسطيني. الحقيقة القرار تاريخي ويدعم الرياضة الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني طبعا في دولته المستقلة.